الإطار ديال هذه الوقفة الاحتجاجية وهو على شركة اللي دارت هذه البروموسيون ديال 99 درهم اللي حنا تفاجأنا بها اللي هي غير قانونية وغير هي مفبركة في حد ذاتها. وثاني حاجة اللي حنا واقفين على أساسه حنا ماشي على الثمن وهو أن الناس شركات الميتي ناسيونو أنهم ما عندهمش لي سيكورسال ديالهم هنا ما تيحترموش دفتر تحملات ديال وكالة كراء السيارات ما عندهم حتى شي سيكورسال هنا في مدينة مراكش ومشتين في المدينة كلها لا من المطار لا من لو ان سي اف لا من كيليز يعني بغينا نفتحوا تحقيق على هذا الشيء ونعرفوا هاد الناس شكون اللي عطاهم هاد الرخص وشكون اللي خول لهم باش يزاولوا هاد المهنة ديال كراء السيارات اللي هي تابعه لواحد دفتر التحمل. هذا الشيء اللي تيديروه هاد الشركات الاجنبيه اللي تيهمشوا المقاولات الصغرى والمتوسطه اللي وصى عليها سيدنا الله ينصره اللي تيشجع الشباب على انتعاش الشغل هنا في المغرب وهاد الناس اللي تيهمشونا من بلدان اخرى. صاحي بشرى رئيسة جمعية نادي نساء الأمال مسيرات وكالات كراء السيارات، احنا جينا اليوم تضامنا مع إخواننا جمعية حصن مراكش اللي مسيري وكالات كراء السيارات وجينا ندوا بهذه الأوضاع المزرية والمأساوية اللي ولا كيعيشها صاحب وكالة كراء السيارات من تهمش من تعسف من تطاول المصالح ديالنا، لأن جينا وشفنا بأن بين عشية وضحاها لقينا أن إبرام شراكات ديال السكك مكتب السكك الحديدية مع شركات كبرى اجنبيه وجات وداروا العرض ديال وفروا خدمه قطار زائد سياره وداروا باثمنه اللي هي دايرين 99 درهم اللي كنشوفها انا اثمنه واشهارات كاذبه لان اون فوا كيجيبوا الزبون عندهم كيزيدوا لي يخلص السائق الثاني اللي هو لو دوزيام كونديكتور كيخلص التامين كيخلص بزاف د الحوايج اذا كيطلع بواحد الثمن اللي اكثر من الثمن اللي كنكريو به هنا ولكن الزبون والمستهلك ملي كيشوف ان بالاضافه الى انهم دايرين لهم مسافه محدده اللي هي 100 كيلومتر الوغ حنا ملي كنكريو كوكالات كراء السيارات كنكريو باثمنه كنكريو بكيلومتراج انيميتي يعني زبون ما كنقولوش واش ضربتي 100 كيلومتر ولا 200 هما اي 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 مره كل مره كيكريو شي واحد الا فات 100 كيلومتر كيخلص على كل كيلومتر اذا ملي كيجي الزبون كيلقى راسو في اخر كرا بثمن اكثر من الثمن ديالنا حنا هذه كنسميها انا اشهار كاذب في حق المستهلك. فؤاد المليني الامين العام للنقابه الوطنيه لارباب وكلاء السيارات بالمغرب. اليوم تنحضروا لواحد الوقفه احتجاجيه ديال المهني القطاع بجهه مراكش اسفي على قبل هذاك العقد المبرم ما بين المكتب الوطني للسكك الحديديه وشركه العالميه اللي خرجت لنا كمفاجاه وكصاعقه نزلت على اللور كلهم ديال المغرب بحيث حاطين واحد العرض ب 99 درهم 99 درهم تنقولوا هنا في مدينه مراكش اللي هي مدينه سياحيه بامتياز دراجه هوائيه ما تتكرش بهذاك الثمن هما عندهم الامكانيات وعندهم الموارد الهائله باش ينافسوا ويتعسفوا على المقاوله المتوسطه والصغرى المغربيه اللي سيدنا تيحث عليها في جميع الخطابات بانها تكون اولويه عند الحكومه ديال صاحب الجلاله بانهم خصهم يعاونونا وتنشوفوا الايام الاخيره بانهم خرجوا نيت قروض باش يدعموا المقاولات المغربيه اذا تنشوفوا هذا العقد تيجي بحال تيضرب عرض الحائط ديال الخطاب الملكي ديال على الشباب وعلى المقاوله المتوسطه والصغرى. هاد الناس يجيبوا السيارات وتحطهم هنا فوق مك عمومي وتنتسائلوا هنا على السلطات العموميه اللي تخليهم يمارسوا تنوجه لهم نداء هذا كيفاش يعقل بانك انت تجي تحط سياره فوق التروطوار وتجي تحط ان كيوسك من البليكسي كلاس فوق سميتو ما يخرج لا مقدم لا لا لا, لا باشا لا قايد يقول لهم اش يطرى. هاد الصفقات واش طرا واحد لابيل دوفخ اللي تنعرفوا بان الصفقات العموميه اللي تتكون هكا لان لوين سيف ديال الدولة واش احترموا قوانين ديال الصفقات العموميه. ثانيا تنردوا اللومه لوزاره النقل لان احنا باش نحلوا واحد المكتب في واحد المدينه اخرى ولا في واحد البلاصه خصنا نرجعوا لدفتر التحملات خصنا تخرج واحد اللجنه وتشوف بان واش البيرو واش لايق واش ما لايقش واش سميتو. اذا واش الاجنبي عنده قانون بوحده والشركه المغربيه عندها قانون بوحدها هادشي اللي تنسالوا عليه وزاره النقل. سكيل عبد الاله مسير رب شركه هبه لاكار. الوقفه الاحتجاجيه كتشوف ان الشركات الكبرى ولات انها جات ولات غورمون جياره جي بكل صراحه ما عندهمش سيكيسار ما كيحافظوش على الشروط ديال كيد شارج اللي كاين دابا ديال الوق انا كتشوف السياره واقفه الطوموبيل واقفه وكتحسب عليك 150 درهم حتى 200 درهم كتلقى دايره 99 درهم
هذا لا يعقل. الانسان عنده كتشوفوا ان اللي لوغ هنا في مراكش وكتشوفهم ان عندهم عائلات، عندهم ابناء ديالهم، عندهم مسائل، تجي ان الشركه وكل شيء غادي يسد. وحنا غادي في اطار ديال المشروع ديال سيدنا اللي كيشجع الشركات الصغرى والمتوسطه. ايوا انا كانت شركه كبرى غتجي وغادي تلتهم هاد الشركات الصغرى، فين غادي يمشوا؟ فين غادي يسدوا هاد الناس؟ هادو كاينه فوق 11000 وكاله في المغرب. الا هاد الناس استمروا في هاد 99 درهم، انا عندي اليقين بان ما نفوتوش 12 شهر بان جميع الوكالات كراء السيارات بالمغرب غادي تسد، وغادي تبقى واحد لاردواز لي زورغانيزم دو كريدي ما غاديش يتخلصوا في المستحقات ديالهم. وشغيلة ديالتنا اللي تقدر من فوق 33000 شغيل عبر تراب المملكة بصفة مباشرة وبغير مباشرة كان أكثر، غادي كلهم هاد الناس هاد العائلات غادي تشردوا، وحنا براسنا غادي نتشردوا، ما غاديش نسميتو، غادي نصدقوا متابعين من طرف السلطات والابناك على المستحقات ديالهم. اذا هذا نداء تنوجه لكم من هذا المنبر بان الحكومه تحمل مسؤوليتها وتحمل جميع العواقب اللي تقدر ترى من بعد هاد الوقفه الاحتجاجيه، لان حنا ما غاديش نسكتوا وحنا خدامين على صعيد تراب المملكه بحكم باننا نقابه وطنيه، عندنا جميع الجهات ديال المملكه من الصحراء الى طنجة. وقفنا في طنجة، وقفنا في الرباط، وقفنا في كازا، وقفي اليوم هنا، ولا دعا الأمر غادي نديرو كل نهار، غادي نديرو وقفات احتجاجية في عبر المملكة. تطاول المصالح ديالنا، هذا قتل للمقاولة الصغرى والمتوسطة، وسيدنا الله ينصره كيشجع المقاولة الصغرى والمتوسطة، ولكن كنشوفوا أن هاد الناس طاولوا علينا، وهاد الناس تأسفوا على المصالح ديالنا، وهاد الناس كيساهموا في البطالة بشكل خطير. كنشوفهم أنهم إلا بقينا على هاد الحال، كنقول لكم من هاد المنبر أن راه حنايا راه غنقلقوا الشركات ديالنا، وهذا الشيء ماشي في مصلحة ديال الاقتصاد ديالنا، وماشي في المصلحة ديال السياحة ديالنا. حنا كسفراء وسفيرات ديال المغرب، لأن حنا أول كونتاكت، أول علاقة كيديرها السائح معنا حنايا، لأن حنايا كنكونوا في لي زايغوبور، كنكونوا في سميتو، كنتلاقاو مع السياح. إذا حنا سفراء ديال 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 المغرب ديالنا، كنشجعوا بالسياحة، كنشجعوا بالاقتصاد ديالنا، وكنشاركوا في الاقتصاد ديالنا، لأن حالين معنا بيوت، خدامين معنا شركات ديال قطاع الغيارات، ديال خدامين معنا شركات ديال التأمين، خدامين معنا دوك الناس البسطاء لافاج، خدامين معنا الكارديانات. إذا حنا سدينا الشركات ديالنا، عرفوا ان راه غادي تفاقم البطاله، وحنا ديجا كنعيشوا واحد المستوى البطاله كثير، ولكن غادي تفاقم. لهذا من هذا المنبر كنطلب من المسؤولين يجلسوا معنا وشو جلسوا معنا حنا كجمعيات وكنقابات، ويشرحوا لنا بعدا الظروف الغامضه اللي تبرمات في هذه الشراكات، لان حنايا ما عرفناش كيفاش تبرمات هذه الشراكات. كان بالاحرى تكون امام الملأ، وتكون قدام الجميع، وتكون منافسه شريفه. هذا ضد المنافسه الشريفه، وهذا ضد المقاوله الصغرى المتوسطة. وحنايا من هذا المنبر كنطلبوا من المسؤولين يجلسوا معنا ولقاو حلول، لان هذا تطاول علينا وتطاول المصالح ديالنا وتطاول على عائلاتنا، لان بغيت تشردوا. حنايا كنطالبوا بكل واحد ياخذ حقه، بغينا حقنا، وبغينا كل شيء يخدم بطريقه زعما معقوله. حنا كنخلصوا الضرائب ديالنا، كنخلصوا الناس اللي خدامين معنا، ولكن فإذا بنا كنلقاو راسنا مهمشين ومعسفين المصالح، حقوقنا ما غاديش نسامحوا فيها. احنا الان جينا وقفه احتجاجيه، ولكن الى ما داروش معنا حلول غندوزوا لمراحل اخرى.